أيام قليلة ويعود التلاميذ المفصولين إلى مقاعدهم الدراسية، فبعد أن تم فصلهم لعامل السن أو لأسباب أخرى، اليوم قررت اللجان الولائية بناء على منشور وزارة التربية أن تعيد أكبر قدر ممكن منهم حتى يواصلون دراستهم كبقية زملائهم. بطبيعة الحال هناك تلاميذ المفصولين لأسباب أو لأخرى، إذا فيه منشور خاص بالإعادة وهم بروتوكول الإعادة اللي عنده شقين، الشق الأول على مستوى المؤسسة باجتماع مجلس القسم ودراسة إمكانيات إرجاع تلاميذ أو إدماج تلاميذ التي تستوفي فيهم الشروط، والشروط هي شروط السن، شروط المواظبة، شروط الإعادة، وأيضا هناك شروط لبعض التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة أو التلاميذ اللي تعرضوا لإصابة اللجنة الولائية اللي تتكون من مديرين، من مدير المتوسط، مدير الثانويات، وأيضا هناك ممثلين على مصلحة التنظيم التربوي اللي يقوموا بعملية دراسة التلاميذ الغير مدمج اللي بقاو داروا طعون اللي هي طعون على مستوى اللجنة الولائية. نحن ننتهي هذه اليوم، ننتهي من العملية وستعلن النتائج يوم الخميس على بعض التلاميذ. عودتهم إلى الدراسة بعد أزيد من شهر على دخول المدرسي قد يتبادر للبعض أنها عودة متأخرة. هم معيدين في الحقيقة، هم معيدين، يمكن استدراك ما فاتهم من 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 نحن على شهر من قرابة الدخول المدرسي، فهما يدخل في إعادة، يعني في الإعادة، دونك عندهم كل الإمكانيات باش يسترجعوا مكتسبات قبلية، دونك ما عندناش إشكال في هذا المجال، سي دي ريبيتيتيف، دونك يمكن أن يسترجعوا كل الدروس التي لم يأخذوها في هذه الأيام القليلة الماضية. يمكن أن لا يدمج في المؤسسة تاعو، ولكن يدمج في المؤسسة المجاورة اللي هي أقل ضغطا من المؤسسة الأصلية. احنا نراعي دائما مصلحة التلميذ وإدماجه، ولأن مقر طبيعي للتلميذ هو المدرسة أو الثانوية. إدماج التلاميذ المفصولين وإرجاعهم إلى مقاعد الدراسة لمواصلة مسارهم الدراسي فرصة لهم وعليهم باستغلالها واستدراك الدرس لتفادي الوقوع في هذا المشكل مرة أخرى.